الفريق ديال الفتره الحاليه قيت من رشيد الفتره تصبحان تطس يتهز الثمانيه وعني الخدمة قال المكتب المسير بقياده الرئيس محمد الجعيط ولا الخدمة في تبني لعابا غدا خلي الميدان الفريق تقيش المرحله شنو ما مشني غطاس تقيم ان شاء الله هيش تنقيت الفريق اللي حقق الصعود رسميا غير القسم الوطني الثاني هوات ان شاء الله السفته ديوسين ضد امل وجده تعتبر مقابله مصيريه ولكن شين كفارق كان النضو وانت راه بخش تنقيت ان شاء الله اني راه خاربح اني راه اخترت تنقيدين باش انضمن التاهل رسميا وان شاء الله نحتفل ذانيتا كل الجمهور ان شاء الله يزيد الطلب سنتزي لمين بعروانيتا نومنوس هاد حجن بكثافه باش نسندن الفريقه ذي لعابنا ولا ذي المكتب ولا مار ويد حنك فريق الى الناظور صراحه 8 سنين الفريق يزو غادي يفغزي القسمه واخيرا ان شاء الله غادي تحقق الحلمه تحصلون ان شاء الله يومين انفاح مار كسكينه تنديت الناظور سعوده الى الناظور غير القسم الثاني هوات وان شاء الله فريق الى الناظور ويتبدي بغير حدا ان شاء الله الهلال تدور غمشا النس الدور غير المجد النس وشكرا وكلمه اخيره قاغسني اني غنغي ضفان خصحان اني خلو عفوا نخلو موقع المومنوس اكن ضفان سبحان الهلال الرياضي الرسميه يقا غسكوسا الفريق نيغ المكتب الموسي بسم الله الرحمن الرحيم نتشكاك اني وبعد هذا السنتان غادي نتشكاك ونتلبى نداء الجماهير الهلاليه مار رحضاني باتي نهار السبت ان شاء الله هذا السنه غنعاون نفس السنه كنت ونقعد ان شاء الله زي القسمه الظلمات شي ان شاء الله نجي ندير مجهود من باش نابح وجه النقطه وها انا نابح ان شاء الله نسقعد كيبويا ان شاء الله باذن الله ايوا نتكا المكتب المسير على راسهم الرئيس محمد بجعيط اللي حرام من ماره كيس ديال النيد المكتب ماره المدرب الاداره التقنيه سواء سي عبد الحق المزيني نغنابي المدرب الحراس نغ زكريا المرابط نغ هشام ضبيب النا ايوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واخا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكركم على الزياره والمواكبه ديالكم معكم عبد الحق مزيني مدرب فريق الهلال بالنسبه لينا حنا كنطمحوا اننا باش نحققوا الصعود هذه السنه ان شاء الله كجميع الفرق الحمد لله دوز واحد الباركور صعيب شويه كان فيه مقابلات مع منافسين مباشرين كنوجدوا المقابله الجايه كجميع المقابلات باش ناكدوا النتائج اللي فاتت نتمنوا من الله يكونوا في اللاعبين جميع اللاعبين فيقه بدنيه جد مستحسنه كما تنقولوا مقابله امل وجده كنشوفوا عندها واحد المعايير واحد كما ما غاديش نستهونوا بالخصم لانه واخا في مرتبه لاعب على النزول ولكن عنده واحد لاعبين جيدين كنعرفهم انايا لاعبين متمرسين لاعبين ذو تجربه كبيره غادي يكون ماتش نتمنوا من الله اننا نكونوا ونترجموا الفرص اللي غادي تتيح لنا باش ما نطيحوش من نفس المشكل اللي وقع لنا مع ميدار ان شاء الله.